السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسيناش بالدعم وتعمل لايك، اعمل لايك عشان الفيديو يوصل لغيرك ان شاء الله. طبعا كلنا منتظرين قائمة الجزائر، بس في اسم كبير ونجم كبير زي امير سعيود. انا مبسوط ان هو انضم لمنتخب الجزائر، لان النادي بتاعه في السعودية نادي الرائد بيقولوا ان جاله اختار انه عايزين امير سعيد عشان يروح المنتخب، واحنا كده عرفنا ان سعيود، ودي مفاجأة كويسة جدا. وعايز اتكلم على الموضوع ده كلام مهم جدا دلوقتي حالا، بس قبليها عايز اقول لكم على منتخب مصر، ان حسام حسن اختار القائمة فيها اسماء انا من رأيي ان هم بعاد كل البعد انهم يمثلوا منتخب مصر. ممكن تختار اسماء لعيبة دوليين عندهم خبرات، ولان انت في الاوقات اللي احنا فيها دي في الفيفا دي وكده، كل 3 شهور تجمع 4 ايام او 5 ايام. ده معنى ايه؟ كل 3 شهور بتتجمع 3 ايام او 4 ايام، ده معنى ايه؟ معناه انك لازم تختار الاكثر جاهزية، الاكثر خبرة، خصوصا في الظروف اللي احنا فيها دي، ماتشات فاصلة اللي جاية. فانا شايف ان حسام حسن اختار فيه حوالي 4 اسماء ما لهمش اي خبرات. الناس كلها مستغربة ان هم نختارهم، يعني دليل ان حسام افكاره او فكره الفني بعيد كل البعد يعني. وفي بقى اسماء تانية ما خدهاش، زي دونجا وسط ملعب الزمالك، عمر جابر الباك اليمين للزمالك، خبرات كبيرة عمر جابر، ودونجا من افضل لعيبة في الزمالك وسط ملعب مدافع وعنده خبرات كبيرة، بينضم للمنتخب عمر جابر عنده خبرات كبيرة، ومحمد شحاتة وسط ملعب رائع للزمالك من النجوم السوبر دلوقتي، وهتلاقي في حسين الشحات في النادي الاهلي. يعني انا كمدير فني لما اجي اختار لعيبه منتخب مصر، اللي بيفرق مع النادي الاهلي والعامل فارق للنادي الاهلي في الحته الهجوميه حسين الشحات، وجوكر بيلعب في الطرف الشمال والطرف اليمين ما ضموش، دي حاجه غريبه جدا. برضو في لاعب زي الساعي، لاعب كويس جدا، لاعب الاسماعيلي وسط ملعب جوكر، فيه واخد هو لوسط ملعب، انا شايف ان هو يعني وسط ملعب، في واحد واخده شايف ان هو ملوش دور كبير يعني، وحاجات كتيره. في بقى محمود رزق، محمود شعبان نجوم الفيوتشر، باك يمين ومساك رائعين. معرفش ليه يعني لازم حسام حسن يعمل فارق شويه، ما تجيبش الاسماء هي بتاعت كل مره، وزاد عليها بقى ان جايب 3 4 اسماء ملهمش تاريخ في الاتحاد في المنتخب، ملهمش تاريخ خبرات، ملهمش ملامح، ممكن تضمهم بعد كده في ظروف تانية. انما دلوقتي الماتش ده ماتشات فاصلة في الوصول لكاس عالم. المهم ربنا يستر. وعايز اتكلم على امير سعيود وانضمامه. في ناس يقول لك يا امير سعيود يا كابتن اناني، اسلوب لعبه وطريقه لعبه. ياسين ابراهيمي، ياسين ابراهيم مثلا من فترات كبيره انا كنت بتكلم عليه ان هو اناني، بس هو في بقى في مدير فني على حسب ما يتفق مع اللاعب. انا مدير فني عايز ياسين ابراهيمي، هقعد معاه اقول ياسين انا محتاج لك، وانت كمان لازم تنفذ اللي انا عايزه في الملعب. في المنطقه دي ممكن تبقى اناني لكن لازم تلعب زمايلك، انا لو ما شفتش كده هستبعدها خالص. يعني يبقى في ما بيني وما بينه اتفاق. عشان كده ياسين ابراهيمي شفناه في التجمع اللي فات نجم من نجوم الفريق، لعب ماتشين وجاب هدفين وصنع، نجم من نجوم الفريق. يبقى انا ممكن اجيب النجم ده اشيل منه الوحش واستفاد بالحلو بتاعه، زي امير سعيد. امير سعيد نجم كبير وفارق كبير مع فريقه. انا بقى واحد من الناس بقول ان هو اناني جدا بصراحه، اناني، طريقه لعب وحشه، لكن انا كمدير فني ممكن اتفق معاه. امير انا عاوزك في الثلث ساعه الاخيره، الثلث ساعه الاخيره في المساحه دي لازم تتعاون مع زمايلك، لازم ولازم اشوفها دي، لان الامير سعيد ذكي. يقول لك انا هاجم المعسكر بتاع شهر 6، طب وهاجم شهر 9؟ ما هي بقى الاستمرار. انا كمدير فني اتفق معاه، ما عجبنيش حالك في المعسكر ده هطلع اعلن ان انت مش هتيجي معايا تاني. فبالتالي امير سعيد تلاقيه هيتظبط حاله ويبقى كويس ومكسب للفريق، زي ما شفنا ياسين ابراهيم كان نجم من نجوم المنتخب الجزائر ضد جنوب افريقيا، ماتشات لعبها كويس جدا وعمل ماتشات كويسه. ده اللي انا اقصده يعني. ان شاء الله، شكرا.